تزخر اليمن بالجنابي الصيفاني أو الكرك المصوعي أو ما تسمى بالخنجر اليمني. تعددت الأسماء والقيمة التراثية للجنبية واحدة منذ قرون. الجنبية بشكل عام هي جنبية عادية يلبسها جميع المواطنين اليمنيين، إلا أنه يميز المحافظة العسيب. أهل صنعاء يلبسوا العسيب الأخضر بتوزها الحاشدية، تمام. ما يميز يعني المحافظات الثانية مثل محافظة مأرب العسيب الأبيض بتوزه المأربية. تختلف زخرفة الجنابي وأنواعها من محافظة لأخرى، ويدل شكل المقبض أو الغمد على مكانة حامل الجنبية أو قبيلته. تراث عريق يفخر بها أبناء مأرب، يحرصون عليه ويعتبرونها هويتهم الرسمية. الجنبية هي رمز من الرموز الشعبية التي يفتخر بها كل يمني وكل مأربي، وبما أننا نتحدث في مأرب، الجنبية لها عدة يعني رموز، منها أنها تمثل موروث شعبي لا يمكن التخلي عنه. وبالنسبة للاستخدامات، الجنبية هي بالأساس تعتبر سلاح شخصي يعني، وكانت قديما تستخدم كسلاح، لكن الآن أصبحت رمز للزي اليمني الشعبي الذي يفتخر به كل يمني حيثما ذهب. حتى أن الكثير يفضل أن يأخذ صور وهو لابس الجنبية لأنها تعتبر رمز الرجولة. الجنبية المأربية موروث ثقافي يتوارثه الأولاد عن الأجداد، ويرتديها الكبار والصغار على حد سواء في مختلف القبائل، وتلبس على الثوب أو المعوز. أول ما نبدأ من صناعة الجنابي نصنعها من حديد حق بنز حق دبابة، أو يكون مثل ما تقول السيل ميل، أو أي حديد قوي، ما يصنع ما نضرب إلا حديد قوي. والجوبية تختلف على يعني على الصناعات الثانية، صناعة دمار، صناعة صنعاء، صناعة يعني المحافظات الثانية تختلف زيادة عنها. الجوبية تكون حضرمية قديم وثمنها يعني غالي. يتم حياكة هذا الحزام أو ما يسمى بالجهاز بمشغولات يدوية، وهو الذي يقبل على شرائه أبناء مأرب كونها تعتبر من ضمن التقاليد التي لا يجب التفريط بها. التحكيم أحد الأعراف التقليدية القبلية في مأرب، وتشكل الجنبية أحد زواياه الأساسية لفض النزاعات القبلية بطرق سلمية. يفتخر اليمنيون بشكل عام وأبناء مأرب بوجه الخصوص في لباس الجنابي بأنواعها المختلفة، لارتباطها منذ زمن بثقافات وعادات المجتمع، والحفاظ عليها من الاندثار لما لها من مكانة كبيرة في حياتهم الشخصية والقبلية. عبد الجليل الحمادي لبرنامج صباحكم أجمل.